السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش انا باجي في اخر اللوحة واتكلم علشان المشاهدة زي ما انتوا عارفين كده. المهتم هيبقى عارف طبعا تفاصيل لان احنا اشتغلنا قبل كده الالوان وخلط الالوان والشغل بالفرشة وحتى الفرش البايظة اللي قلت لكم ان انا بشتغل بيها ما برميهاش برضو نفس الكلام. دي اللوحة الجديدة بتاعتنا، زهرة لونها بنفسجي انا حبها قوي. عملت منها اللوحة دي، يا رب الفيديو عجبكم. اذا عجبكم اعملوا لايكات كتيرة 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 كتيرة. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.